طيب، كان هذا مشاهدينا أهم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدنا نروح لسؤال صفحتنا، وكان حول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. يحتاج كل منا إلى ترويح عن النفس في حياة كل ما فيها يتطلب منا جهدا جهيدا وتعبا ومشقة، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت كيف تروحون عن أنفسكم هذه الأيام، وما هو سبيلكم لذلك؟ نشوف شو جاوبوا الناس اللي العزيزين علينا اللي عم بيتفاعلوا معنا. وردة النرجس تقول: زيارة الأقارب، الرحلات، التسجيل بمراكز قريبة من مكان السكن، التواصل مع الأصدقاء والمعارف. ربنا يديم عليكي يعني الأحبة والأقارب وهالترويح الجميل عن النفس. غفران صباح: أنا بس أكون بدي أروح عن نفسي بعمل أي إشي بحبه، مثلا بقرأ قرآن أو بنزور أحد الأقارب أو بتواصل مع الأصدقاء. بارك الله فيك يا غفران وربنا يتقبل. نسرين موسى: الاسترخاء وعدم التفكير. يا سلام، وين يحصل عليها هاي الواحد يا نسرين؟ يعني إن شاء الله هيك ربنا يعيننا نكون دائما متجلين. شهرزاد زعيتر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نروح عن أنفسنا بمشاهدة القنوات الهادفة مثل قناتكم الحبيبة، قناة اليرموكة، برامجها الرائعة مثل برنامجكم بيتكم عامر، بصحبة الأخوات الرائعات دعاء ورانيا، الله يجزيك الخير أختنا شهرزاد. وطبعا بلمة الأهل والأحباب والجلسة الجميلة تبدأ بذكر الله حتى تحفها الملائكة، ومن ثم استحضار الذكريات الجميلة من الماضي والحاضر برفقة الصديقة السمراء، القهوة وزيارة الأهل والأحبة. صحة وهنا وربنا يديم هاللمات الحلوة ويديم عليك الطاعات والجلسات التي تزينينها بذكر الله أختنا شهرزاد. جنان الصباح: رغم صغر مساحة السجود إلا أنها أوسع من الدنيا وما فيها، ورغم بعد المسافة بيننا وبين خالقنا إلا أنه أقرب إلينا من حبل الوريد. والنعم بالله أختنا جنان، بارك الله فيك على هالكلمات الجميلة. أحمد الصغير يقول: أروح عن نفسي بالمشي في أي وقت، والتفكير في عظمة الخالق سبحانه والتسبيح والذكر. ربنا يتقبل أخونا أحمد ويجزيك الخير، والله ضروري نمشي رياضة، هاي إشي جميل. فاطمة صباح: أم الحسن، التأمل في عظمة الخالق سبحان الذي خلق فصور فأبدع، فكم من مخلوقات تحمل من الإبداع ما يقف العقل البشري مذهولا أمامه. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحان الخالق. أختنا فاطمة بارك الله فيك، والتأمل عبادة. طيب، يعني يمكن كان هذا آخر تعليق من أختنا فاطمة على موضوع الترويح: روحوا القلوب وافرحوا وانبسطوا وارموا هيك ورا ظهركم واصنعوا الفرح، وساعات الفرح استغرقوا في تفاصيلها، يعني هالساعات يمكن بتمر بسرعة، فخلينا نستمتع فيها وننبسط وما نفكر أبدا زي ما حكينا في مقدمة حلقتنا في الماضي ولا شو جاي، يعني نوكل أمرنا لله عز وجل، وإن شاء الله هيك بتكون كل ساعاتكم مع عائلاتكم وكل أوقاتكم هنية وسعيدة ومبهجة. إلى هنا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في حلقتنا برنامج بيتكم عامر، بنتمنى تكون فقراتنا اليوم نالت إعجابكم. نلتقيكم غدا في حلقة جديدة وفقرات ومواضيع جديدة. إلى أن نلقاكم غدا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.